انت تتكلم لنا على مشاركتك في هذه الدورة؟ والله مشاركتي في هذه الدورة هي شرف كبير، يعني حظينا به كمصريين ان نزور المغرب الشقيق ونتقابل مع اهلها ونتبادل معاهم الآراء والأفكار، نعرض عليهم تجربة نجاح. انا بتولى وظيفة رئيس مركز خدمات المستثمرين ورئيس قطاع خدمات الاستثمار، لنا تجربة نجاح نزعم انها تجربة فريدة وناجحة، نتمنى مشاركتها مع الإخوة في المغرب ونحكي لهم قصص نجاح نتعاون فيها. وطبعا الكونسترينس اللي بنقابلها كشعبين قريبين ثقافة وفكر، فالحلول قد تكون حلول مفيدة للطرفين. احنا كنا بنعاني من مشكلة كبيرة جدا، هي مشكلة ازاي تحصل على جميع الخدمات من خلال شباك واحد او سنجل ويندو او اندر وان روف. الحمد لله احنا نجحنا بالفعل في هذه التجربة، حققنا ما كنا نسعى اليه من 2017 بعد تولي وزارة جديدة بترأسها الوزيرة سحر نصر، نجحت بنشاط قوي معها رئيس هيئة الاستثمار، وكان في زيارة قريبة للمغرب وهو اللي أصر على حضور هذا المؤتمر لعمق التعاون والعلاقات القوية بيننا وبين أشقائنا في المغرب. أصر على أنه نحضر معكم هذا اللقاء ونشارككم نجاح ومن نجاح لنجاح ودايما موفقين. كانت بعض العثرات اللي كنا بنقابلها أنه إزاي عندنا 66 جهة مانحة للتراخيص والموافقات بيعملوا من خلال 35 وزارة، كيف نجمعهم تحت سقف واحد حتى نيسر على المستثمر إنهاء إجراءاته؟ نجحنا في تشريعات وقوانين جديدة صدرت في 2017، نجحنا في جذب حوالي 63 جهة من هذه الجهات وصلت بالفعل في مركز خدمات المستثمرين في القاهرة، أقمنا 10 مراكز خدمات مستثمرين في الوقت الحالي ونسعى لافتتاح 4 مراكز خدمات مستثمرين لنصل ل 14 مركز في خلال سنتين. في خلال الفترة القادمة إن شاء الله هنغطي 27 محافظة بمراكز خدمات المستثمرين. هذه تجربة نرى أنها تجربة ناجحة، نتمنى أن نتعاون فيها مع بلدكم الكريم ونقدم فيها خبراتنا ونستفيد من خبراتكم. بالنسبة لمواضيع النقل واللوجستيات، احنا عندنا احد الاجهزة الهامة جدا في الحكومة المصرية وهي جهاز تنمية التجارة الداخلية. هذا الجهاز بيعمل على نشر اللوجستيات كافة المستويات من المستوى التاكتيكال والأوبريشنال والاستراتيجيك. هذا الجهاز يطرح الأراضي للمستثمرين، ييسر جميع الأمور للمستثمر المغربي والعربي الشقيق والأجانب ليجدوا جميع فرص الاستثمار داخل مصر. نستهدف استثمارات مغربية لدخول السوق المصري، نشجعهم على الدخول. أنا من حسن حظي في هذه الزيارة السعيدة تقابلت مع يعني عدة من رجال الأعمال المحترمين والمرموقين وتحدثنا بخصوص التواجد داخل السوق المصري. احنا ماركت كبير في 105 مليون مصري، 50% من دير مانثلي انكم بيصرف على الشوبينج والريتيل والفود اند بافريج. هذا مجال ناجح جدا للاستثمار، عندنا حوافز وضمانات غير مسبوقة بيقدمها السوق المصري والقطاع الاستثماري في مصر، من أراضي، من ضمانات وحوافز، من أراضي مجانية، من مناطق حرة ومناطق استثمارية. هذه الفرص نتمنى مشاركة المغرب معنا فيها، نتمنى أن نتبادل الأفكار والرؤى. ندعو دائما أشقائنا في المغرب لزيارة مصر والتطلع على الفرص الاستثمارية. هذا ما جئت بسببه، وبشكر المنظمين لهذا المؤتمر المهم، ونتمنى دوام التواصل معكم. أخي، السؤال على آفاق الرقمنة في تطوير مجال اللوجيستكس والتجارة. في تطوير مجال اللوجيستكس احنا كنا كمصريين، وقد يكون بما اني شرحت انه نفس الثقافة، احنا بنفتقد السبلاي تشين واللوجيستكس لفترات طويلة، وده كان ينتج عنه زيادة في سعر المنتج وعدم وصول المنتج بالسعر المناسب للمستهلك. اهتمينا في خلال الفترة اللي فاتت بنشر محاور وطرق كثيرة، واهتمينا بنشر بتجهيز المناطق اللوجستية متعددة المستويات على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الأوبريشنال، ونسعى لجذب الاستثمارات في هذا المجال حتى نستطيع
أن نجد نوع من التكنولوجيا الحديثة زي الأتموسفير كنترول، أقدر أحافظ على الإنتاج المنتج وأحافظ عليه لمدة طويلة، في الآخر مش هيكون عندي أزمات في هذا المنتج، وهيكون سعره مناسب وهقلل حلقات التداول، وده ما نهدف ليه. وفي بعض الخبرات المتوفرة عندنا نستطيع أن نتبادل فيها هذه الأفكار والرؤى، وعندنا مستثمرين في هذا المجال، ونطمع في زيادة من عدد المستثمرين في هذا المجال لتبادل الأعمال اللوجستية وأعمال السبلاي تشين، سلاسل الإمداد والأسواق التجارية.